ملف الحنطة هو ملف شبيه بملف النفط. بورصة. ليش؟ احنا العراق سنويا ينتج حنطة ويشتري حنطة بقيمة لا تقل عن 5 تريليون. زين. لوزارة التجارة، وكذلك وزارة الزراعة تشتري. هنا يجب أن نميز بين فقرتين، أن وزارة التجارة تعمل على شراء الحنطة اللي تستخدم لغرض المطاحن، ووزارة الزراعة تشتري الحنطة اللي هي لغرض الزراعة البذور. الملفات اللي موجودة ضمن هذا الملف يعني اللي شاب الكثير من شبهات الفساد، وزارة الزراعة وزعت بذور بعد الشهر الثالث لمن؟ لفلاحين لغرض الزراعة. تمام. وشهر الثالث هو نهاية موسم تقريبا، لأن في شهر الرابع وزارة التجارة أفتحت مخازنها 15/4 لغرض استلام الحنطة. شهر واحد لدى المزارع لغرض إكمال المحصول وزراعته وحصاده، وهذا ما ممكن يتحقق. يعني يزرع حنطة بشهر؟ أي بشهر، هي حسب طماطة يمكن. ما هو هذه أحد أبواب شبهات الفساد يعني بعضهم. زين، بعدين أنت منط الحنطة إلى بوقت مو زراعة شنو؟ هو هاي بالنتيجة يأخذها يتاجر بها، حتى يبيعها. نعم، يتاجر بها وراح يصير تجارة. هذه تذهب بسعر مدعوم، الدولة الحكومة تشتريها بسعر 1,200,000 1,100,000 وتعطيها بسعر تقريبا يتجاوز ال 300-350 بهذه السعر، وهذا اصبح باب من ابواب الفساد. يخسر يعني الدوله تخسر دائما على هذا الملف بحوالي 400 مليار لغرض دعم الفلاح. كان يعني المفروض امير هو ياخذها من الزراعه بسعر ويبيعها للتجاره. يبيعها للتجاره 850. بيش ياخذها من الزراعه؟ بزراعه ب 300 تقريبا، وفوق ال 300-350. ومو بعد ساده، بعضهم ضربوا على كمشي. يعني هو ياخذها من الزراعه يبيعها على التجاره. بعضهم اخذها من الزراعه ورجعها للزراعه. باحة للزراعه؟ نعم، باحة للزراعه 1,100,000 1,200,000 لان تعتبر رتب. اي باعتبارها رتب، وهذه الرتب نعم ترجع الى بهذا السعر. زين، بعد ايش قد يبيعها للزراعه؟ بشهر السادس. يعني هو اخذها بها شهر؟ شهر نهايه بالثالث. ورجعها نفسين باحة للزراعه؟ رجعها نفسين، ومجرد خزنها شهرين ربح كذا مليار.